وللتعليق على الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من عمان صاحب مكتب ترخيص أو تخليص جمركية السيد محمد فاضل العيساوي. أهلا بكم سيد محمد. بداية، أنباء عن مساومات من قبل هيئة المنافذ في منفذ طرابيل الحدودي لشركات التخليص، لو تطلعنا أكثر عن ما يحدث في المنفذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله سيدي الكريم، احنا اولا مشكلتنا مو بس موضوع الاجار. نعم. عندنا مشاكل عدة، يعني احنا منفتح بعد تقرير محافظه الانبار من داعش واستبشرت الناس، تعرف الظروف تمر بها المحافظه الحافظه منصوبه. اشبه السيف اقتصاد يعني منتهيه نهائي. عندنا مشاكل من فتح المنفذ حتى الان يوميا من استلمت هيئه المنافذ. نعم. قانون يصدروا قرار، والغريب امر بس اللي طبق هذا. يعني احنا ناشد السيد رئيس الوزراء اعطيه اعتراف يعني بالدرجه الاولى المفروض. طيب رايك سيد محمد، ما اسباب هذه المساومات من قبل الهيئه؟ يعني انا جايك فيهن وحده وحده. احنا عندنا مشكله قبل هذه الترفانه. عندنا مشاكل في المنفذ، المنفذ ما يشتغل مثل قبل الاحتلال داعش المحافظة. نعم. قبل ان يشتغل. المنفذ كان يوميا ما لا يقل عن 450 سيارة تدخل له، اليوم ما تدخل له 100 سيارة ما تدخل المنفذ. هذه السيارة أكثر الناس شركات التخليص اللي تشتغلوا من أبناء هذه المحافظة. اللي هم غالبيتهم يا غالبيتها مهجوم أو قاعد سرفان أو مهجر حتى الآن. يعني نعم. من انفتح المنفذ هيئه المنافذ جابت لنا مستثمر للمنفذ. المستثمر على اساس يشتغل بالساحات، يشتغل لنا الساحات ويبلطها، وبعد ما يبلطها يكملها كامل. وبعد سنه المفروض ياخذ سياره. المستثمر مباشره قال المنفذ قام ياخذ 100,000 سياره. جابوا لنا موضوع ثاني، موضوع القبان كل سياره على كم 19,000. طبعا هذا يحكي منفذ طريبي. منافذ بقيه لا، هذه منافذ كان طريبي هو بس يطبق القرار. يعني 10,000 دولار يطلبوها من كل شركه سيد محمد، الان ما الخطوات التي يمكن ان تتخذوها انتم كاصحاب شركات؟ احنا قعدنا اليوم استيقظنا على هذا الخبر وحاطين توصيه على باب الدخول. طبعا للعلم احنا شركات رسميه وجبرونا نسوي شركات تضامنيه وندفع كل سنه للدوله ما لا يقل عن مليونين الى 3 ملايين، يعني تجديد هويات. نعم. يعني الدوله مستوفيه من اديك على هذه النقطه اللي من عندنا كل شهر مليون. اصلا هذا المليون المفروض داخل المنفذ المستثمر يسوي لنا كرفانات الثلاثه بالثلاثه كمكاتب. بعد ما يكمل هذه الكرفانات ياخذ سلعته كل شهر مليون. اكتشفنا انه كانما انضحك علينا. يعني يريدون عندنا من السكن مالنا اللي هي احنا مسوين كرفانات من سنوات، الارض تقبل متى هيئه المنافذ ولا تبقى للحرم الجمرك. الارض فيها كرفانات تابعه لملكيه الرطبه وموجوده متاكد من ملكيه الرطبه. نعم. ومكتشف اليوم من سكناتنا اللي كرفانات اللي احنا سويناها بمجهودنا واحنا اللي جرينا كهرباء واحنا اللي يعني سيجنا الساحه في كل الجهات، احنا اللي نجيب الماء، احنا اللي نصرف على الكهرباء. نعم. ايجار على كرفان مليون. شنو الخدمه اللي قدمت فيها؟ مع العلم اني ارضي تعتبر خارج الحرم الجمركي، حتى باب للجمرك ما عندي، اطلع خارج الجمرك حتى ادخل للجمرك. يعني ماذا ستفعلون سيد محمد؟ ماذا ستفعلون الان ان استمر الحال على ما هو عليه؟ احنا اليوم بعد ما ناشدنا السيد المشرف اعطانا مهله للسنين، بعد السنين احنا مجبورين نسوي اضراب. يا سيدي الكريم، منفذ الطريبين يعاني من مشاكل ويعاني من تمييز. لا. يعني احنا اسوه في المنافذ البقيه، نريد حالنا حال المنافذ البقيه. يعني التاجر ابسط تاجر البضاعه اللي الاردن اللي يجيب بضاعته من الاردن يعني مجبور يودي بضاعته بالبحر طول 20 يوم حتى يجيبها على القصر حتى تفرق عن طريبي، بينما بطريبي اليومين الثالث هي بغداد. شوف وين يروح. يعني بنقصر قانون بنقصر الحاويه ال 40 قدم يدفع عليها التاجر 6 ملايين ويطلع. كان مكان شوف حمله. اي شيء محملته 3 ملايين يدفعوا ثمن بضاعته. نعم. بطرايبين لا. بطرايبين حتى الكرتون الفارغ والله العظيم يرسل لك اياه. الكرتون الفارغ مرات احيانا في كرتون بضاعه جايب اني بضاعه معلبات تحتاج الناس فيها كرتون. اذا انتم ستتخذون طريق الاضراب ان استمر الوضع على ما هو عليه. احنا
احنا الناشد الحكومه اولا، ناشد رئيس الوزراء، ناشد السيد المحافظ، ناشد السيد كاظم العقاب اللي هو مدير عام الهيئه المنافس، يعني يعرف كل هذا المواضيع، يعرف وما يعرف هو. الناشد رئيس البرلمان اليوم راح للبصره السيد القلبوسي اللي هو من هذا المحافظ. احنا اسوه في العراق، احنا جزء من هذا البلد، احنا ما نريد يميزونا عن فاقد، يعني عن حال المحافظات. عندنا اكثر من 22 منفذ حدودي بين 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 فطات أسوة فيهم. نعم. ليش احنا ليش هيئة المنافس بس عندي انا قريبين تشتغل؟ الدعاوي الجمركية يعني يوميا ما بين يوم ويوم دعوة دعوتين جمركية وفي البصرة التاجر كيف يشتغل؟ وضحت الفكرة، شكرا جزيلا سيد محمد فاضل العيساوي صاحب مكتب تخليص جمركي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.